عيدين لا ثالث لهما، بهجتهما وفرحتهما لا تنقصان رغم مآرب كورونا. هو عيد الأضحى الذي عاد وحل في حلة جديدة ألبسته إياه جائحة امتدت وطالت. جاء بعبرة جديدة اعتبرها أولو الألباب من مناسبات دينية أخرى مرت في عز الوباء، وبطقوس مغايرة لما سبقتها لمست بين الحفاظ على التقاليد وحفظ النفس. مسلمو العالم ومن بقاع متفرقة من المعمورة أحيوا العيد متفرقين متباعدين وفي حالهم متشابهين، الصلاة في الرحال. فمن فلسطين وأي عيد يحل عليها بحرب ضروس وشراسة فيروس فاتك قاتل، كان الحصر بينهما بإغلاق شامل. سوريا هي الأخرى تخوض حربا من نوع خاص مع كورونا بعد حرب أولى منذ 9 سنوات كاملة. شوارع فارغة وحركة غائبة كان فيها المشهد العام، حال اشتركت فيه ليبيا كذلك، لكن المشهد اختلف في تركيا على سبيل المثال التي سمحت بإجراء صلاة العيد جماعة وفق تدابير وقائية صارمة تهافت عليها المصلون، خاصة على مسجد آيا صوفيا بإسطنبول محتضن أول صلاة عيد بعد 86 عاما. كان الابتلاء في وقت مضى حروبا وأزمات تلقي بظلالها على أجواء الأعياد، وفي عيد السنة جاء الوباء من حيث لم يحتسب له أحدا، لكنه وبالرغم من غطرسته لم يتمكن من فرحته وأجوائه.